وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشارت سعادة الأستاذة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أشارت إلى بعض الإنجازات التشريعية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس من أجل تعزيز مخرجات العملية التشريعية والدبلوماسية البرلمانية. الاستضافة الناجحة لمملكة البحرين لأعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي اللي احتضنتها المملكة بحضور ومشاركة أكثر من 1700 شخصية برلمانية، بالإضافة إلى احتضان المملكة لأعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية. وطبعا معالي رئيس مجلس الشورى شمل برعايته العديد من الفعاليات والأنشطة البرلمانية والمجتمعية، ومن بينها الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني، ومؤتمر البحرين الدولي الافتراضي الثالث في علوم البيانات، برنامج الشاب البرلماني لعام 2023، وكذلك الملتقى الحادي عشر لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2023. الأمانة العامة لمجلس الشورى نفذت مجموعة من المشاريع التكنولوجية والرقمية المبتكرة لخدمة أهداف تطور العمل التشريعي في مملكة البحرين، آخرها تدشين المكتبة البرلمانية الرقمية في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس في التحول نحو البرلمان الرقمي